السلام عليكم. عود نفسك على الفرحة حتى تعتاد هي عليك، واشعر نفسك بالأمل حتى تجد الدنيا بين يديك. لا تعش منتظرا لأحد، فمن لا يعتبر وجودك مكسبا له لا تعتبر غيابه خسارة لك. أشرس معركة ستخوضها في حياتك هي أن تحقق ذاتك كما تريد في عالم يبذل قصارى جهده ليجعلك كالبقية. لا ترهق نفسك مع ناس أخطر أن يفهموك خطأ، فقط ارحل بصمت والأيام كفيلة لتكشف لهم من كنت. إياك أن تستغني عن شخصيتك الفريدة لتعجب أحد. الابتسامة أقل كلفة من الكهرباء، ولكنها أكثر إشراقا. لا تشغل نفسك بكثرة التفكير، لماذا قالوا ولماذا فعلوا؟ فك بربك ثم بنفسك، طالما هم بشر فليس لديهم سوى الكلام. مشاعر السعادة عندما تحدد لنفسك هدفا ثم تسعى إلى تحقيقه بجد واجتهاد وتحققه فعلا. لا شيء يعودك السابق، احفظ هذه العبارة جيدا قبل أن تكسر شيء. 90% من الخوف الذي يمر به الإنسان وهمي. ستظهر آثار الزمن على الوجه الجميل وسيتخير الجسم المثالي، ولكن الروح الجميلة ستبقى دوما روحا جميلة. مشكلة العشرينات من العمر أنك أصغر من أن تتحمل كل هذا الضغط الهائل من الدنيا وحدك، وأكبر من أن تعود باكيا إلى والديك. إذا قال لك شخص أنت متكبر وأنت لست متكبر، فقل له لم أطلب رأيك ولا تحكم على المظهر الخارجي، وكل شخص يرى بعين طبعه.